في ظل الظروف القاسية التي يمر بها سكان قطاع غزة، يشتكي الفلسطينيون من النقص الحاد في المواد الغذائية لدرجة عدم قدرة الكثيرين منهم على تأمين طعام السحور والفطور في شهر رمضان المبارك. أنا ولدت هذا في الحرب ولحتى الآن مش لاقي طعم، وأنا 12 نفر مش لاقيين طعام ونسقيهم، وإحنا سحرنا الليلة حطينا في الفول وحلبة لبنية وشربنا الشاي بدون سكر، وإنتوا عارفين يعني السعر غالي هان، يعني لو سمحت إحنا بنحكي للي بيجي يسمعنا يخفض الإشي علينا، السعر غالي، ما كل شيء غالي، مش عارفين شو نفطر اليوم، هنعمل لهم وجبة العدس. وانا ولدت هذا برك اللي بسمعنا يحن علينا في ايش، لو ايش يحن علينا يا اختي، اللهم كله يحن علينا. عائلة ريم الخور الفلسطينية كغيرها من العائلات المحاصرة في غزة تعاني ظروفا إنسانية صعبة في مأواها الحالي الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من فراش ومياه وغذاء. احنا من أول يوم تشردنا، طلع أولادنا حافين فراشهم، واحد ماسك الخدة واسكنا، واحد ماسك الحال، الله يعزك الكوندا مش لابسينا، تعبوا الأطفال، كل واحد تاه منا، قاعدنا ندور على أولادنا، الأكل مش نافع، شحيح جدا، شحيح جدا، وخل من القليل، يعني فيش له حصر، ما فيش له زكي، فيش له عدد، بنجيب علبة الفول 10 جمع عليها، بنفتحها بناكلها من غير دق، من غير شيء. دي بتتملح عليها بناكلهاش، بناكل خبز العلبة، الخبز شهي جدا، جديد صار الخبز يتوفر عندنا. وجراء الحرب وقيود الاحتلال بات سكان قطاع غزة على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما. ورغم هذه الظروف القاسية لا يفقد الفلسطينيون الأمل بالخلاص من الاحتلال وما جره من ويلات عليهم منذ عقود عدة.